لمخطط استعمار ما تكونش فيه بنايات سواء في ضفاف الأودية أو في مناطق حتى ما تكونش في ضفاف الأودية ولكن معرضة للفيضانات. سي دي زون إينوندابل. لكن للأسف شفنا في عدة أماكن وين كان أماكن معرضة للفيضانات لكن بنوا فيها الناس. هادو لابد نديروا لهم حل معناتها اون فا فير دي زاميناجمون دو تيل سورت أروندر لا زون موان فولنيرابل موان إكسبوزي أوز إينونداسيون.